اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم لايف كلينيك. حلقتنا ممتده معاكم لمده ساعه على الهواء مباشره. رقم التليفون الاتصال بينا من اي تليفون ارضي 2575680 2575680. الحقيقه النهارده الحلقه عن امراض الصدر، وانا بعتبر انها من الحلقات المهمه جدا لان احنا بقى عندنا حساسيه بشكل عام في الصدر، يعني ناس كتير جدا بتشكو هذا المرض، يعني مع اختلاف طبعا من شخص لآخر. يعني فالنهاردة الحلقة هتكون مع أستاذ دكتور نبيل الدبركي، استشاري أمراض الصدر والحساسية، الأستاذ دكتور نبيل الدبركي. دي حاجة. الحاجة التانية، في أخبار طبعا مهمة جدا لازم أقولها لكم، إنه بحضور أكتر من 500 طبيب من جميع الجامعات والمحافظات المصرية اختتمت فعاليات الدورة 21 من مؤتمر أمراض الصدر والحساسية والذي تنظمه كلية الطب بجامعة الأسكندرية، حيث قدمت به العديد من الندوات والمحاضرات العلمية في عدد من التخصصات المرتبطة بأمراض الصدر، قدمها كل من رئيس المؤتمر أستاذ دكتور صلاح سرور أستاذ أمراض الصدر بكلية الطب بجامعة الأسكندرية. بالمناسبة وأنا بسرد الأسامي أو الحاضرين في هذا المؤتمر، مهم جدا أن أنتوا تبقوا عندكم الساوند بتاع اسم الدكتور، لأنه كتير جدا في ناس بتسأل على أسامي دكاترة مهمين، بيبقوا عايزين يعرفوا دكاترة مهمين أهم. دول الأسامي اللي أنا هقولها دلوقتي دي دكاترة مهمة جدا لو تحبوا أن أنتوا تستعينوا بيهم. رئيس اللجنة العلمية أستاذ دكتور، وكان أستاذ دكتور صلاح سرور أستاذ أمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة الأسكندرية، ده رئيس المؤتمر. وفي كمان رئيس اللجنة العلمية أستاذ دكتور محمد زيدان أستاذ أمراض الصدر بكلية الطب بجامعة الأسكندرية، وأستاذ دكتور إيهاب عطا نائب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وأستاذ أمراض الصدر بكلية الطب، وأستاذ دكتور يحيى خليل نائب رئيس المؤتمر وأستاذ أمراض الصدر بكلية الطب بجامعة الأسكندرية، وأستاذ دكتور محمد الحوفي مدير المؤتمر وأستاذ أمراض الصدر بكلية الطب بجامعة الأسكندرية، والأستاذة الدكتورة سحر مراد رئيس قسم أمراض الصدر والحساسية بجامعة الأسكندرية، وبحضور أستاذ دكتور فاروق عبد القادر أستاذ أمراض الصدر بكلية الطب بجامعة الأسكندرية، وأستاذ دكتور أحمد البدوي عبد اللطيف أستاذ أمراض الصدر بكلية الطب بجامعة الأسكندرية، ورؤساء شرف المؤتمر. كما تم تكريم بعض السادة السفراء والشخصيات الدبلوماسية البارزة مثل قنصل فلسطين وقنصل روسيا وكذلك قنصل الصين. جاءت الندوات التي حضرها العديد من الأطباء في إطار الحديث حول مرض تليف الرئة وبخاصة لدى الأطفال واختلاف أسبابه وطرق علاجه. تحدث أستاذ دكتور صلاح سرور رئيس المؤتمر حول خطورة تربية الحمام وأثروا على نقل بعض الفطريات التي تواجد في جلد وريش الحمام والتي تسبب تليف الرئة، وخاصة وأن طريقة إطعام الحمام تعتمد على الاحتكاك المباشر بجلد وريش الحمام، مما يعرض الشخص لخطورة الإصابة بتليف الرئة، فيما أكد على أن باقي أنواع الطيور والدواجن التي تربى في المنازل تسبب حساسية الصدر وإنفلونزا الطيور وتسبب تليف الرئة. معانا أستاذ دكتور صلاح سرور رئيس مؤتمر المؤتمر. ألو ألو أستاذ دكتور صلاح سرور، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. عايزين حضرتك تكلمنا النهاردة عن فعاليات هذا المؤتمر، وتحديدا لأنه احنا بنتكلم على موضوع مهم جدا وهي حساسية الصدر، ودي لسه أنا كنت في بداية الحلقة بقول إن الموضوع ده بقى عرض فظيع جدا لكل الناس، كلهم بيشتكوا من هم عندهم حساسية في الصدر، وإن الموضوع ده بقى خلاص بتسمعه على طول. شوف حضرتك، أنا تعمدت في هذا المؤتمر بالذات أن نركز على مرض التليف الرئوي البيني، والتليف الرئوي بدأ ينتشر لان احنا عرفنا او درسنا تفاصيل هذا المرض والمسببات له وطرق العلاج لهذا المرض في اغلب الاحوال غير قابل للشفاء. فانا في رايي ان اي مرض
اذا كان غير قابل للشفاء فاحنا اضعف الايمان ان احنا نحسن حياه المريض ونحسن كيف يعيش حياه خاليه من هذا المرض. صحيح. يعني هو الطب المفروض الحاله تتشخص وتتعالج. هي الحاله ما توصليش للتشخيص النهائي والعيان يشعر انه احسن من ناحيه الاعراض نفسها. ودي الفلسفه المهمه، ولان احنا في طب اسكندريه بقالنا سنين طويله قوي بنشتغل على هذا المرض. يعني اذكر مثلا في اوائل السبعينات كان عندنا الاستاذ الدكتور علي رضا، وكان مهتم بهذا الموضوع، وانا اخذت رساله الدكتوراه بتاعتي في موضوع التلاعب في الرئه من جامعه لندن. عملنا موديلات من حيوانات التجربه وعرضناها لمؤثرات خارجيه. تمام. وقدرنا نشوف او نلاقي حدوث تلاعب فئوي بيني في هذه الحالات. شوف حضرتك بقى، هو ايه اللي لفت النظر؟ تمام. ان الواحد عنده تلاعب في الرئه تلاقي فيه نهجان زايد جدا. وتيجي تكشف على العيان ما تلاقيش حاجه. اللي هو احنا بنقول عليه دايما يقول لك عنده حساسيه لا غير الحساسيه. ده غير. انا افصل تماما بين التلاعب في الرئه والحساسيه، دي مالهاش دعوه بيها خالص. دي مالهاش دعوه بدي، ولا بتدي نفس العرض حتى؟ لا العرض، شوف حضرتك، النهجان الشديد الذي لا يصاحبه علامات اكلينيكيه معينه بنفكر في حاجتين ثلاثه، منهم التلاعب في الرئوي، منهم الجلطات الرئويه الدقيقه. تمام. يعني حاجات محدوده احنا بنحطها في حسابنا. تمام. ايه اللي يخلي الواحد يبدا يشك ان عنده تلاعب في الرئوي؟ اولا يكون متعرض للحمام، تربيه الحمام. وانا دايما بركز على النقطه دي، لان تربيه الحمام من احد الاسباب التي تؤدي الى الاصابه بالتلاعب في الرئوي. طب ايه تاني؟ يعني واحد بينهج وبعدين تيجي تكشف عليه ما تلاقيش اي علامات كلينيكيه واضحه. ده بالنسبه للاطباء يعني. وفي ملاحظه ثانيه، لو بص بصوابعه اطرافه كده هيلاقي بلاد زرقاء في الاطراف. يعني دي الحاجات اللي المريض ممكن هو يوجه نفسه الى هذا المرض. تمام. فانا بركز على التلاعب في الشاوي، لان بدانا نشوف حالات اكثر في الاونه الاخيره. وطبعا دي بتبقى اكتر في اخواننا اللي هم واخواتنا اللي هم بيتعرضوا لتربيه الحمام بالذات. والحمام في اللعاب بتاعه ممكن يؤدي الى هذا، الريش بتاعه ممكن يؤدي الى هذا. فانا بنصح طبعا اللي بيربوا حمام ياخدوا بعض من النقطه دي قوي، يعني على اساس او يلبس ماسك مثلا، اي حاجه تبعد عنه الاصابه بهذا المرض. زمان كانوا يا دكتور، معلش انا هتكلم في حاجه يعني يمكن بسيطه شويه بس عشان اقرب المعلومه للناس، زمان كانوا معظم الستات كانوا بيربوا حمام في البيت ويذبحوه، مش عارفه يعني كان في علاقه مباشره. يقول لك ما هو كان زمان الناس ما بيحصلهاش حاجه يعني، فما بيبقاش فيه زي ما يقول ايه تصديق للموضوع ده. ايه اللي حصل او التطورات اللي حصلت اللي بيها بقى يحصل ده كده؟ شوف حضرتك، احنا مثلا في العمل بتاعنا الطبي وفي تشخيص الامراض فعلا بدانا نلاقي تزايد في اعداد المصابين بالتلاعب في الرئوي، خصوصا المرضى اللي هم في الريف والقرى. تمام. اللي هم عندهم طبعا معظمهم بيربي حمام. والحمام زي ما قلت لحضرتك من اللعاب والريش. واضعف الايمان، طبعا انا انصح اي حد بالابتعاد عن الحمام، انما اذا لزم الامر يبقى يحط ماسك على وشه يعني. تمام. بدانا نشوف حالات. طب ليه ما كناش بنشوفها قبل كده؟ شوف حضرتك، في قاعده في الطب وصلتنا لمعلومات هامه جدا، اللي هو الكود الجيني، جينات المريض نفسه او جينات الانسان نفسه. تمام. الكود الجيني يقول ان مثلا الشخص ده هيجيله سكر وعنده 50 سنه مثلا. الشخص ده هيجيله اي مرض، لان الامراض دلوقتي بدات تخش تحت تصنيف الكود الجيني.
يعني معناها في خلفية وراثية وفي خلفية تغير في الجينات نتيجة التعرض للحمام. في حاجات طبعا كتير قوي للحمام، بس احنا بقول الحاجة اللي احنا بنشوفها الأكثرية. طبعا في تلوث البيئة، وفي لما تعرضين في مناطق فيها اسمنت او حاجه زي كده. تمام. انما انا بركز النهارده عن تربيه الحمام. تربيه لانه ده كان موضوع رئيسي في المؤتمر الدولي لجمعيه اسكندريه للصدر زي حضرتك ما ذكرت. طيب دكتور معلش اخر سؤال، طيب لما هو الاحتكاك بالحمام بيؤدي لده، طيب الناس الجزار اللي بيذبح ده وطول النهار بيذبح في حمام، يعني سيبك من احنا ما ربناش خلاص، ده نعمل فيه ايه او ايه بيحصل؟ لا ده احنا نلبس كده ماسك، ده دول لازم يلبسوا الماسك ولازم لازم الكلام ده يعني في منتهى الخطوره ولا يعني. طب هل مثلا نفكر ان احنا مثلا ما ناكلش حمام خلاص؟ لا الاكل كويس، ما يعملش حاجه، الحمام كله اضراره لحد ما يتاكل. ما انا عارفه، ما هو انا عشان اكل لازم اعدي بالمرحله دي اللي هي الذبح. لا انت هتشتري الحمام تنضف ريشه ولو الواحد اتعرض لحاجه زي كده يلبس ماسك، يلبس كمامه بسيطه يعني بالمسافه. انا كل ده لان طبعا الوقايه خير من العلاج تمام. وانا حطيت الاقتراح ده على اساس ان احنا نقلل بقدر الامكان من الاصابه بهذا المرض. أهم توصيات هذا المؤتمر؟ أهم توصيات، شوف حضرتك، إحنا أنا عملت في هذا المؤتمر دراسة وافية عن التلاعب في الرئة، لأن حضرتك بتلاحظ المؤتمرات معظمها بنتكلم عن الأزمة والرب، وبنتكلم على أورام الرئة والكلام ده كله، وكان التلاعب مش واحد حافظه قوي في اللقاءات العلمية. فقررنا أنا والزملاء احنا نعمل جلسه خاصه عن التلاعب في الرئوي. احنا بدانا في اسكندريه نشرح التلاعب في الرئوي ده سنه 70 تقريبا من خلال رساله الدكتوراه بتاعتي اللي عملتها في جامعه لندن، وعملنا دراسات جميله جدا وننشر ملخص الرساله بتاعتي الحمد لله سنه 70 في اكبر مجله صبل في العالم وهي اسمها الثوره. فبدأنا نراجع الموقف بالنسبه للتلاعب الرئوي، هل هناك علاجات جديده ولا لا؟ طبعا في علاجات جديده، بس لسه ما وصلناش. عايز اطمن الناس ان التلاعب ده مرض مناعي، فلازم عايز متابعه وادويه طول العمر. يعني انا اللي عنده ضغط لازم ياخد ادويه ضغط طول العمر. صحيح. اللي عنده سكر برضه نفس الوقت. فاللي عنده تلاعب رئوي لازم برضه نراقب تطورات هذا التلايف، بس كان بينشط فالعيان بيتعب، بس كان بيستقر فالعيان بيستقر ويستعد. تمام. طبعا بنشكر حضرتك استاذ دكتور صلاح سرور، استاذ امراض الصدر بكليه الطب بجامعه الاسكندريه، بشكر حضرتك جدا جدا. ميرسي قوي قوي، بشكرك. شكرا وتحياتي. ربنا يخليك، تحياتي ليك. ميرسي قوي. ميرسي يا فندم. طبعا كلام في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة، يعني احنا مش المفروض ان احنا يعني نغفل عن هذا، عدم الاحتكاك بالطيور بقى ككل بقى، ما تسيبوا الناس اللي بتربي اللي هي التجار نفسهم اللي هم بيعملوا الحاجات دي خلاص منهم لنفسهم. مفيش داعي ان احنا نعمل اللي احنا بنعمله ده وتنتقل بقى العدوى ويحصل كده وتليف يعني الموضوع خطير يعني. فخلوا الناس اللي بتربي الحاجات دي هي تربيها وهي اللي تعمل كل الحاجات دي، مفيش داعي احنا نربي. خلاص احنا بقينا في 2018 خلاص، وفضل يومين ونبقى 2019، فكفايه علينا كده. احنا طبعا هننتقل لفاصل، وبعد كده هيبقى معانا استاذ دكتور نبيل الدبركي استشاري امراض الصدر والحساسيه. النهارده الحلقه مهمه جدا، يا ريت تتابعوها. وبنرجع لكم مره تانية، ومفكركم برقم التليفون 2575-6810 للاستفسار على اي معلومه انتوا عايزينها النهارده بخصوص امراض الصدر والحساسيه. وبيسعدنا يكون معانا النهارده استاذ دكتور نبيل الدبركي استشاري امراض الصدر والحساسيه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، نورنا يا دكتور. الله يخليك، الله يكرمك يا فندم. دايما انا معلش انا هتكلم او اسئلتي هتبقى مش عايزه اقول عشوائيه، بس انا اللي نفسي فيها اساله بخصوص الصدر.
انت عمر ما اسئلتك كانت عشوائيه. ربنا يخليك يا دكتور. عايزه اسال ليه، بص بقى السؤال جاي من حيث، ليه الانسان لما بيبطل سجاير، اهو سؤال، ليه الانسان لما بيبطل سجاير ويبقى حريقه سجاير، بيشرب سجاير كويس جدا خلاص يعني ممتاز يعني، وبعد ما يبطل سجاير يقعد مع ناس بيشربوا سجاير تلاقيه نفسه كتم وجات له شبه حساسيه ويبقى مش قادر ياخد نفسه ويبقى فيه زي صفاره في الرئه بتاعته، هو لما كان بيشرب سجاير ومقطعها يعني ما كانش بيحصل له كده، ما هذا؟ تمام. هو كمان انت عارف عايز اقول لك حاجه، كويس السؤال بتاعك ده هايل جدا، ان لسه مثلا ايه السواق بتاعي كنا اول امبارح فبيقول لي دلوقتي، انا بقول له يا ابني بطل السجاير وبتاع وكلام من ده، فبيقول لي انا دلوقتي كل الناس اللي بتبطل السجاير بتتعب بعد ما تبطل السجاير. فابتديت ارد على السؤال ده، والسؤال ده خلي بالك بيتسال كتير. تمام. طب ليه انا بدات اتعب من غير بقى لما هيشم دي هرد عليها تاني. تمام. فليه انا بدات اتعب بعد ما بطلت السجاير؟ هو المشكله ان حضرتك الجهاز التنفسي اصلا الشعب الهوائيه مبطنه بغشاء مخاطي، والغشاء المخاطي ده عليه ديبات دقيقه جدا ورقيقه جدا، وبتتحرك في حركه هلاميه من اسفل لاعلى، وعليها طبقه خفيفه جدا من المخاط. طب هي بتتحرك ليه بقى الحركه دي وجرى ملايه خفيفه من المخاط عليها؟ على اساس اي حاجات غريبه تخش الجهاز التنفسي من اي حاجه، ميكروبات، اي بارتي يعني جزيئات صغيره، غبار، كلام من ده، مخلفات، المفروض بتمشي على الملايه دي وبتلمها لغايه ما بيجي تطلع للحنجره يا انسان يكح واضح حضرتك ويطلعها في صوره بلغم. بلغم، ممكن تبقى حاجات بسيطه خالص حسب الكم اللي موجود، او بتطلع في صوره العطس او الكلام ده. ده المفروض الهديبات دي التدخين بيضعفها، بيضعف القوه بتاعتها ويضعف الحركه بتاعتها، بتبقى بطيئه وضعيفه نايمة جدا في العسل. فبص تلاقي بقى الملايه الخفيفه من المخاط اللي عليها المفروض بتتحرك عشان تمسح وتكنس الجهاز التنفسي وتطلع، خلاص بقت ايه مرتبه من المخاط، المخاط عمال يتراكم عليه، ايه ضعيفه مش قادره تشيله ولا قادره تتحرك بسهوله. فعلى هذا الاساس بقت مرتبه من المخاط. ده المدخن يبقى عنده كم بلغم كتير ممكن ما يبقاش حاسس بيه قوي، ممكن ما يبقاش حاسس بيه قوي. تمام. فلما يجي بقى يمنع الدخان هتبتدي الهديبات دي ترجع لقوتها وتشتغل، وتبتدي تشتغل بحركه سريعه، وتبتدي بقى ايه اي حاجه تنغبش فيها بتبقى رد فعلها ايه قوي وسريع. فعلى هذا على هذا الاساس يبتدي المدخن يقول لك ايه بقى، انا الله انا بطلت الدخان والكحه مسكتني والبلغم عمال يطلع. يا سيد الفاضل البلغم ده ما ده اللي كان مركون جوه في صدرك. صحيح. رقم 2 هي بدات تبقى قويه وبدات تشوف وتقوم بوظيفتها الصح، وبدات تنقي الجهاز التنفسي وتمسح الجهاز التنفسي من المخاط دوت. فدي اولا حاجه مهمه جدا نقول للمدخن، لو انت بطلت الدخان وحسيت ان الكحه بتزيد او البلغم بيزيد ده مصلحه ليك، لان دي علامه جيده صحصحت خلاص الهديبات دي صحصحت. وبالتالي الجهاز المناعي الميكانيكي، لان الجهاز المناعي في الجهاز التنفسي فيه نوعين، ميكانيكي اللي زي اللي انا شرحته دوت، وطبعا في الخلوي النوع الثاني اللي هي الخلايا اللي بتقوم بعمليه الدفاع عن الجهاز التنفسي. طيب بالنسبه بقى حضرتك، هو اصلا بدا الواحد مثلا خلاص امتنع الدخان، قعد مع اي حد بيدخن او ريحه مش عارف ايه، لان خلاص عنده دلوقتي الجهاز الميكانيكي شغال بحساسيته العاليه وبقوته العاليه، فخلاص مش اي حاجه بتخش عايز يطردها على طول. ما بيستحملش. تمام. رقم 2 ان اصلا الدخان بيعمل نوع من يعني اصلا من النوع ايه النشاط الزائد في الشعب الهوائيه، تهيج تهيج في الشعب الهوائيه، نشاط زائد في انقباضات وكلام من ده، فبتقعد شويه لغايه فتره معينه وبترجع لوضعها الطبيعي اللي هو اللي زي الانسان الطبيعي. فبعد 6 شهور من امتناع الدخان بتلاقي الانسان بيبتدي يتحسن والاعراض دي بتختفي بعد 6 شهور. بس هتجد المدخنين بقى بيركزوا على الحته دي ليه بقى، لان هو بيتلكم بيقف عليك، يقول لك انا الحنين بتبقى الحنين يعاوده. الحنين بيشده. عايز يوجد مبرر نفسي. عايزه اقول حاجه دايما، ويا ريت حضرتك تقولها لكل الناس، قد ايه موضوع تبطيل التدخين سهل.
عايز اقول على غير ما هم فاكرين، لان شركات يا جماعه مافيا شركات السجاير هي اللي حطت وبثت هذا المفهوم في طول مرار حياتنا، انك انت مش هتقدر تبطل تدخين، ان انت هتدخن، ان انت غسيل مخ. ايوه كلامك مظبوط، كلامك مظبوط. عايز اقول لحضرتك حاجه، ان اصلا التدخين ده اصلا هي ابتدت المشكله عاده وتقليد. صحيح، عاده وتقليد. فهو التقليد وبعد كده بقى عاده وضحك، وفي نفس الوقت العاده دي بقى فيها ايه يعني، عامل نفسي بيعتمد على العاده دي، حاطط في دماغه ان دي ممكن بتخرجه من اللي هو فيه، من زهقه ومش عارف ايه، موضوع موتره كده يعني. بيبتدي طبعا النيكوتين اللي فيها، الانسان طبعا من كتر استنشاقه ليه والحصول عليه بيبتدي يحصل اعتماد على جرعه عاليه من النيكوتين. تمام، فبرضه بقى فيها جزء طبعا اعتماد كيماوي على النيكوتين. مظبوط. فهي نفسي، والنفسي طبعا عشان انا اتغلب عليه لازم اراده قويه. واضح هيك؟ اراده، لازم انبه الاراده وانبه كمان المدخن، لا خد بالك انت رايح على فين يعني، لازم برضو احنا الحته دي هتبطلها انت خليها بمزاجك بدل ما انت رايح على فين، ما نبطلها بقى وانا صحتي كويسه احسن، ما خلاص اللي بيتكسر ما بيرجعش، في حاجات بتتكسر ما بترجعش. واضح هيك؟ طب خلاص انا بقى بعد كده هبطلها وانا مضطر واصبت طبعا بمرض مزمن، طب يعني انا طب ما الحق نفسي قبل ما يحصل المرض المزمن. ودي مهمه جدا. فعلى هذا الاساس انا بقول لا، المدخن لازم يقف مع نفسه وقفه الاول ويقرا اللي مكتوب على العلبه. يقرا اللي مكتوب على العلبه، انا مش هقول له حاجه اكتر من كده. انا دايما بدي مثل، حتى بديه لهم في عياداتي وكلام من ده، اقول لهم يا جماعه بعد اذن حضراتكم لو انت رحت تجيب علبه العصير عشان تشربها او علبه الاكل عشان تاكلها وتلاقي تاريخ الصلاحيه منتهي، بتبقى عايز تروح تعمل محضر للراجل وازاي واداني تاريخ صلاحيه منتهي وكلام من ده. ما بالك دي بقى مكتوب عليها تؤدي للوفاء. فدي نقطه مهمه لازم تستوقفه ولازم يقف عندها ويتمعن ويتعقل النقطه دي. طيب هو في شركه منتجه لاي منتج يقدر تجبريه ان يكتب على المنتج بتاعه الا لو كان سم بقى ضروره طبعا. اذا هو فيه قدامه دلائل قاطعه يعني طبعا. الراجل اللي باع الترابيزه دي يقدر احنا نجبره يكتب على الترابيزه دي تؤدي الوفاه؟ هنحطها قدامنا؟ مش هنحطها قدامنا. انت فاهمه؟ فاللي انا عايز اقوله لا، انا عايزه يصحصح للنقطه دي. كلمه تؤدي الوفاه دي كتبت من شركه المنتجه، مش احنا اللي كتبنا. بالظبط، الشركه المنتجه كاتبه انا معترف انا قاتل. بالظبط. ليه؟ ما تاخد بالك بقى من الكلمه دي عشان نصحصح الاراده فيه، ما هو لازم الاول نصحصح الاراده فيه. فخد بالك هي تؤدي الوفاه. طب انت رايح تشتري مقومات الوفاه بفلوسك؟ خلي بالك، ما انت عمرك دوت اصلا وصحتك. تعرف هقول لك على حاجه، طبعا انت حضرتك متفاهماني ان العمر ده بتاع ربنا. طبعا. مش مشكله الواحد مننا لو مات في اي وقت خلاص، مش قضيه. لكن المهم ان انا ما اتعذبش في حياتي بمرض. إيه ده؟ واليوم في التعذيب بسنه، ما انا بقول لحضرتك اليوم بالتعذيب في سنه. بالظبط. وبعدين هقول لك على حاجه يا استاذه نيفين، يعني انا احنا لما بنصلي ولا بندعي ربنا في اي حاجه ما بنقولش اللهم اني اعوذ بك من الموت، لان كلنا هنموت. لا لا، لكن بنقول اللهم اني اعوذ بك من المرض. صحيح، لان مفيش حاجه يعني بتذل الانسان وتكسر نفسه. وانت بالظبط بقول لك تذله، انا بقول لك منتهى الامانه. صحيح، واضح هيك؟ وتخليه حياته تتحول لكآبه شديد جدا، الله المرض. طيب اللي انا عايز اقوله، طب ما ببساطه شديده بقى نتعقل كلمه تؤدي للوفاه وان هي خطيره وبتجيب الامراض. طب هم ليه الشركات كتبوا كده؟ لان الدلائل اللي قدامهم الدامغه اثبتت فعلا ان هي بتجيب امراض خطيره جدا. صحيح، خلاص دي حاجه. الحاجه الثانيه كانوا بيرفعوا قواضي على شركات الدخان بره، قال لك عشان بقوا يعملوا زي شركات الادويه لما تكتب البامفلت بتاعها ويقول لك عشان تحط نفسها في السيف سايد. طب ممكن اخد فرحه من، معلش بس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه مهم قوي جدا، وانا مش قادره الحقيقه. والله ده مهم جدا جدا. يعني برافو عليك. وبالنسبه للشباب وبالنسبه، وهخش في الشيشه وهخش في الحاجات دي قوي. معانا فرحه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. اكلم الدكتور يا بنتي لو سمحت. مع حضرتك، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام، اهلا بيكي. لو سمحت يا دكتور، انا ست كبيره. ربنا يديك العمر الصح. الله يخليك يا رب، الله يعزك. عندي 65 سنة بس أنا مش مدخنة. تمام. بس أولادي كانوا بيجوا وكانوا هم مدخنين. أي أنا عندي أربع شباب، فكانوا يقعدوا قدامي وأنا يعني الدنيا تبقى معبقة بالدخان.
مع السن الكبير ابتديت احس بالم جامد في كتفي. تمام. انتقلنا من القلب، فعملت يعني اربع رسم قلب وشعتين طلع ما فيش حاجه، وبالاخر ابني وداني الدكتور صدريه يعني قال لي عايز بقى على الصدر وكده اشعاعات. عملت قال لي ابني هي عندها اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي. تمام. قال له عندها على الرئه. قول معايا يا دكتور معلش. قال له في حاجه عندها على الرئه يعني ايه؟ بلغم على الرئه تقريبا. ايه؟ مية على الرئه. الميه على الرئه. قال له مية على الرئه. فكتب لي علاج وكده. انا من اقل حاجه انهج يا دكتور يعني، ما اقدرش يعني حتى اعمل اي مجهود، لو قمت خمس دقائق على رجلي وعملت مجهود انهجاني اشتغل. طيب. المهم كتب لي على علاج بس انا مش مرتاحه عليه يعني، كتب لي على بخاخه وكتب لي على علاج، جيت اخد البخاخه لقيتها تعبتني اكتر، والعلاج برضو ما ريحنيش، ولحد دلوقتي تعبانه. عايزه حضرتك تقول لي اعمل ايه بالظبط؟ لا مجرد اجهاد. الاول عايز اسال حضرتك سؤال بس دقيقه واحده. اتفضل يا دكتور. ميه على الرئه، الميه على الرئه، وحد حاول يسحبها لك ميه او حاجه؟ لا ما فيش ميه. لا ما فيش ميه دي. سحب لي حاجه. لكن هو كان تقصد ان في بلغم كتير مثلا؟ ولحد دلوقتي يا دكتور في بلغم، ببقى نايمه بالليل والاقيه طلع على زوري. تمام. لازم اقوم لما اخذ ارجع او بالمناديل او كده اتف وكده عشان ينزل. بلغم كتير بس بتجيني وانا نايمه. تمام. يعني بنكون بالنهار ممكن مع الاكل. تمام. وانا باكل ابقى في حاجه عايزه تطلع. تمام. لكن وانا نايمه ما اقدرش بقى، بيصحيني من النوم البلغم، لازم اقوم اشوف اعمل ايه. طيب تمام. احنا بنشكرك وهيرد عليك الدكتور وانا هسال سؤال. بشكرك مدام فرح. ده وهي مدخنه سلبيه كانت بالظبط، ده وبيقودني الشيء بقى مهم جدا، سؤال حضرتك ترد عليه برضو بعديها. في ناس انتي بخاخات تقول لك لا انا خايف اخد البخاخات دي لحسن اتعود عليها وادمنها ومش عارفه ايه، فانا عايزه حضرتك ترد على فرحة وتخش لي في موضوع البخاخات ده مهم جدا. انا ما ببقاش عارف الحقيقه ارد عليهم واقول لهم تدمنوا ايه؟ هتدمنوا ايه؟ يعني برافو عليك. هو بصي شوفي الحاجات دي كويس انت بتطرحيها لان دي حاجات مهمه طبعا، دي اللي يعني ودي اللي شائعه ودي حاجات شائعه واحنا بنتكلم على مرض برضو شائع برضو يعني نسبه حدوثه عاليه اللي هو الحساسيه. طبعا بالنسبه ليها هي يعني المدام اللي كلمتنا طبعا ده مدخنه سلبيه. في يا جماعه المدخن الايجابي اللي هو بيشرب السيجاره بايده او الشيشه بايده، وفي اللي قاعد جنبه بقى بيشم الدخان المنبعث منه. تمام. فده اصلا مدخن سلبي، ولذلك انا دايما بقول للمدخن السلبي خلي عند حضرتك شجاعه ادبيه وانصح المدخن لو سمحت لو انت مصر على التدخين ما يبقاش قدامي، لو حنق ابني حتى جوزي الست بتاعتي ايا كان واتيفر مين هو طبعا اللي هيدخن معايا او زميلي او صاحبي، معلش لو هو مصر على الدخان ومش عايز يقبل النصايح بتاع الاقلاع عن التدخين يبقى لو سمحت ما يضرش صحتي، هو حر في صحته بس ما يبقاش حر في صحتي يعني. دي مهمه جدا لان الاثار الجانبيه هتبقى موجوده برضو نتيجه التدخين السلبي. صحيح. الحته بقى سعادتك اللي انت بتتكلمي عليها البخاخات. البخاخات دي نعمه من ربنا كبيره في الادويه. ليه؟ لان دايما احنا بنقول العلاج الموضعي اقوى. صحيح. واسرع واقل مضاعفات جانبيه. مظبوط. يعني حضرتك لو واحد عنده حساسيه في الجلد بيعمل ايه؟ ما بيحط حته مره. طب عنده حساسيه في العين بيعمل ايه؟ ما بيحط قطره. حساسيه في الانف ما بياخد بخاخ الانف. طيب حساسيه في الشعب الهوائيه طبعا هاخد بخاخ. يبقى اذا حتى لو البخاخ فيه كورتيزون عشان بيسالوا السؤال ده دايما. فيقول لك طب بس ده فيها كورتيزون ومش عارف ايه، او لا يا سيدي الفاضل فيها كورتيزون وكلام من ده بس ما بيروحش الدم ويمتص الا بتركيزات قليله جدا. صحيح. جدا جدا، وبالتالي على هذا اساس ما فيش الاثار الجانبيه اللي انا بقلق منها لو اخدت كورتيزون عن طريق الفم او الحقن، فدي مهمه جدا. طيب حكيت تتأدمنها دي كانت العادة، هقول لحضرتك هي جت منين كلمة ديت. زمان كان في البخاخات اللي هي يا دوبك يعني تفك الأزمة.
تفك الازمه بتاعت الربو دي. تفك الازمه. وكان الحالات زمان بتاعت الحساسيه بتلاقي دايما حالات مزمنه صحيح. والعيان عمال يلقف طول اليوم، فكل شويه عيني يطلع البخاخه يضرب ضربتين ترياحه شويه، وهي مفعولها يا دوبك ساعتين وخلاص، وبعد كده يروح يشيلها في جيبه تاني، وبعد كده يبتدي يتضايق يروح يطلعها تاني. فالناس قال لك هل ده الراجل ادمن البخاخه؟ لا، ده هو اضطر ان هو ياخدها بالتكرار لان هو اهمل صحيح. علاج الحساسيه. بس ساعتها كان زمان ما لهمش ذنب، ما كانش فيه الادويه والثوره الفظيعه اللي دلوقتي، الثوره العلاجيه اللي موجوده دلوقتي. فطبعا لازم كان قال لك بس ده هو ايه ده ادمنها. لا، هو اللي انا عايز اقوله بالنسبه ليا دلوقتي، لو احنا مشينا صح بعلاج الحساسيه مش هنحتاج القصه دي. ده انا كوني ان العيان يبتدي يقول لي انا بحتاج البخاخه اللي هي بتفك الشعب الهوائيه انقباضها كتير، ده معناه ان انا مش متحكم في مسار المرض. انا عندي ادويه كتيره جدا دلوقتي توقف في الادويه، توقف التفاعل بتاع الحساسيه دوت وتوقف مسيره المرض، ومش حلقه ان انا يجيني ازمات. ودايما على فكره، ولذلك انا دايما والله بقولها يا جماعه، احنا مش مطافي. مش معنى ان هي تولع تجيني واديك العلاج وبقيت كويس تروح راكن العلاج وتقول خلاص انا بقيت كويس وتاخد قرارك من نفسك. تيبيكال. احنا كده، ما انا بقول لك اهو، احنا كده بالظبط. ولما تولع تاني تبتدي تقول لا روح بقى للمطفي الطفيالي. لا، انا مش عايزه تولع خالص، مش عايزه. طبعا احنا عندنا حتى مبدا الوقايه خير من العلاج، والتحكم في المرض اهم من ان انا اعالج اعراضه. صحيح. فطبعا على هذا الاساس مهم جدا القصه دي. فتيجي بقى تقول لي كده بس طب انا كده بقى هدمنها، تدمني يعني ايه؟ هو اللي بياخد برشام السكر ده ادمن البرشام؟ وهم المطلوب ان ما يمنعوش. مظبوط. معناه بقى او اللي بياخد الانسولين معناه انه ادمن الانسولين؟ طيب اللي عنده ضغط وبياخد برشام الضغط، هل هو ادمن برشام الضغط؟ لا الحقيقه مش ممكن. صحيح. فهم خدوها من قصه ايه؟ الاستنشاء. بس ده مش كوكايين ولا هيروين ولا كلام. دكتور نبيل هنطلع فاصل ونرجع نستكمل حلقتنا مع حضرتك. فاصل ونرجع لكم على طول تاني. وبنرجع نستكمل حلقتنا مع استاذ دكتور نبيل الدبركي استشاري امراض الصدر والحساسيه. بس اذن حضرتك في تليفون. استاذ علاء. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. تحياتي لحضرتك والاعداد وللدكتور المحترم. ربنا يخليك. اتفضل. الله يبارك في حضرتك. دلوقتي يا دكتور انا مبطل التدخين بقالي سنه ونص. برافو. بس لحد ما عزيمه من عند ربنا الحمد لله. الحمد لله. بس لحد دلوقتي التعب عندي برضو والحشرجه في الصوت كده. وفي الحنجره واجي ممكن ساعات وانا يعني ممكن اضغط على نفسي كده في الكحه في حاجه فينزل فيه مخاط صغير كده بيبقى فيه زي نظام ايه شعيره بسيطه كده فيها دم. وبرضه النعجان برضه يعتبر مش سايبني يعني. حضرتك قعدت تدخن كام سنه؟ لا انا قعدت ادخن كتير يعتبر زي 12 سنه. 12 سنه. وعايز بعد سنه ونص يبقى فت. شوف انا الحمد لله رب العالمين عندي عزيمه قويه جدا. برافو عليك. برافو مني لنفسي كده. برافو عليك. والله ده بفضل الله، والله العظيم البني ادم اضعف منه يعمل اي حاجه. برافو عليك. الحمد لله رب العالمين. دلوقتي انا بتضايق اصلا لما حد يقعد جنبي مني ويشرب حتى دخان. حاجه جميله. برافو. برافو عليك. برافو عليك. بس عشان احنا برضو مع احترام لحضرتك قاعدين في ارياف برضو بتاع التراب. طبعا 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 طبعا. حضرتك عندك كم سنه؟ انا عندي 40 سنه. 40 سنة. طيب هنرد على حضرتك على طول. شكرا. افضل حضرتك يا فندم. طبعا هو فعلا زي ما حضرتك قلت انت قعدت تدخن كم سنه. اكيد طبعا هي كان ليها اثار سلبيه طبعًا يعني طبعًا. الاثار السلبيه دي عشان ترجع لوضعها الطبيعي تاخد وقت برضو، اللي يتكون في سنين ياخد وقت برضو عشان ايه ان احنا نزيح. ولكن لا شك هو حقق نقطه مهمه جدا ان اوقف مسيره التدهور في الجهاز التنفسي. صحيح. مسيره ان يجي لي ان المرض يزيد او مشاكل السلبيه بتاعت التدخين تزيد، هو اوقفه في حد ذاته. يبتدي بقى عايز يرجع لوضعه الطبيعي، هياخد وقت شويه. وزي ما قلت زي ما كنا بنقول دلوقتي الجهاز التنفسي صحصح، فبيبتدي عايز ينقي نفسه، عايز يبتدي ينظف نفسه. فعلى هذا الاساس هيبتدي زي ما هو في، هتلاقي البيلتس الصغيره من المخاط او حاجات من دي صوته يحشرك، ده معناها ان البيلتس دي او الجزيئات البسيطه من المخاط بدات تطلع تقف على الاحبال الصوتيه تحشرجها، ولكن في الاخر بيطلعها. انصحه بان يشرب ينسون سخن كتير، وبالذات اول ما يقوم من النوم الصبح يشرب كوبايه ينسون سخن على الريق خلاص، ويشرب طبعا بقدر المستطاع حاجات سخنه كتير، ويحاول بقدر المستطاع ما يتعرضش زي ما قال للتراب، بقدر المستطاع ما يتعرضش للتراب اللي الدخان بقى التاني اي حد مدخن جنبه مدخن سلبي بقى يبقى موجود هو مدخن سلبي. لا، رش مبيدات حشريه، عطور نفاذه مفزعه يعني. الحاجات دي مهمه جدا، والبخور والكلام دوت
مطهرات زي الديتول والكلور والفينيك واستخدامها بطريقه زايده والكلام ده برضو بيستفز الجهاز التنفسي، كل الكلام ده وتحاول نبعد عنه بقدر المستطاع مع امتناعه عن التدخين، لا هيوصل لوضع كويس قوي قوي في النهايه. ودول 12 سنه في ناس بقى لها 30 و40 سنه ايوه هو يعني، لكن عايز اقول له انت على الطريق الصحيح. طبعا انت على الطريق الصحيح وبرافو عليك، دي حقيقة. مش عارفة ليه بأعجب جدا بأي إنسان راجل أو ست بيقدر يمتنع من شيء هو بالنسبة له السلوة سلوتي. يقول لك دي سلوتي في الحياة، يعني أنتوا كمان بتمنعوني من الحاجة اللي بتسليني وبتسعدني وكده. فلما تكون روحه في حاجه ويقول لك لا كات، دي شخصيه قويه جدا، ممتاز. اراده اراده فظيعه، دي اللي احنا قلنا عليها في الاول. الاقلاع عن التدخين يستوجب اراده قويه، لان هي عاده وعاده سيئه حقيقة. استوجب اراده قويه. لو احنا تلاقيناه يعني كان مدخن مزمن قوي وبياخد كميات كبيره قوي، بيبتدي في الاول معلش يعاني شويه، يتعب شويه لسحب النيكوتين، لكن سرعان ما بيبتدي الموضوع خلاص يتاقلم عليه ويتعود عليه والموضوع بينتهي. الله العظيم اسهل مما يبقى. طبعا طبعا. ويقول لك انا لما تبطيل السجاير هيخليني عصبي. عصبي ايه ده؟ الواحد لما بطل سجاير بقى هادي ويبقى سعيد بنفسه. لا وبقى هادي. طبعا طبعا. ويبقى سعيد بنفسه. ساتسفايد كده بنفسه، يعني سعيد او مش سعيد بنفسه ان هو اخد القرار. هو بس يعني سعادته ان هو اتغلب على حاجه كان هو مش مبسوط منها وغير راضي عنها. صحيح. بس مش قادر. لا انا قدرت اهو، كلمه انا قدرت اهو دي بتحقق اشباع نفسي كويس يعني. دي حقيقه. دكتور عايزه اسال حاجه مهمه. انا عارفه انه الرياضه لها علاقه مباشره بصحه القلب. تمام. هل الرياضه لها علاقه مباشره بصحه الرئه؟ يعني انا فاهمه بتعمل الرياضه ايه للقلب، لكن مش عارفه هي بتعمل ايه للرئه. تمام. الرياضه اللي هي هنقول اضعف حاجه وانا بشوف واحسن حاجه هي المشي. تمام. ما تبص سعادتك، الرياضه طبعا يعني بالنسبه للجهاز التنفسي والرئتين طبعا لا شك بتزيد قدراتها، بتزود قدراتها وتزود السعه بتاعه الرئه وبتخليها تعمل بالكفاءه بتاعتها، لان الرئه دي حاجه مطاطيه عامله زي البالونه. في الشهيق احنا حضرتك بناخد الهواء اكنه بننفخ بالونه، وبعد كده عمليه الزفير دي بتتم بتلقائيه مطاطيه الرئه زي البالونه، انت نفختيها وبعد كده بتسيبيها تروح مفضيه نفسها ايه بمطاطيتها اوتوماتيكلي. فطبعا على هذا الاساس دي الرئتين. طيب انا كل بقى من الجهاز المطاطي دوت ان انا استوعب كميه نفس كبيره واخرج واستوعب نفس، انا بحافظ على النسيج بتاع الرئه وبفتح الشعب وبساعد كمان ان انا الشعب الهوائيه تطهر نفسها من الحاجات اصلا الشوائب اللي دخلتها. فلا شك طبعا بيزود كفاءه الرئه وبيزود سعه الرئه، وبالتالي طبعا يفرق كتير جدا من واحد ما بيعملش رياضه وسعه التنفس بتاعته مع واحد سعه التنفس بتاعته بيعمل رياضه، تفرق معاه كتير. فهي طبعا. فلا شك ان الرياضه بتزود من كفاءه وظائف الجهاز التنفسي، وبالتالي طبعا على هذا الاساس الانسان بيحس ان هو عنده قدرات اعلى من اللي هو اصلا بيمارس الرياضه، شيء طبيعي جدا يعني. معنا تليفون مدام وفاء. ايوه فينك يا منتدى؟ انا فين؟ سايباني كده ليه على التليفون؟ معلش انا اسفه، حقك عليا. انا انا بدي تحيه وتعظيم للدكتور نادين. ربنا يخليكي والاستاذه ديجين. ربنا يخليكي. ميرسي من فضلك يا دكتور. اتفضلي يا فندم. انا تعبانه عندي اللوز، لا عارف اكل ولا اشرب، قايمه من النوم، عملت كوبايه شاي ساده وعليها ليمون وصوتي تعبان، ما قادره ابلع لقمه خالص في بوقي. تمام. بعد من فضلك انا اخد تليفونك عشان في حاجات تعبانه وعايزه اقول لك، ما اقدرش اقول لك على الهوا. طيب حضرتك بقى ممكن ما تقفليش، هيحولوك بعد يا دكتور. اموري ما حضرتك ما تقفليش السكه، هتتحول. لا انا مش هقفل على الكنترول. لا مش هقفل. سيبي رقم تليفونك والدكتور هيكلمك على طول بعد الهوا. خلاص ما لا اخد رقم التليفون
تليفون احسن للدكتور وخليه ويدوكي رقم التليفون لو سمحتوا في الكنترول روم ادوا المدام وفاء الرقم وخدوا كمان رقمها. بيقول لك ايه انا عارفه ان حضرتك ده بص سؤال بقى هيجر سؤال. انا عارفه ان حضرتك امراض صدر تمام مالكش دعوه خالص بالزور والده انف واذن وحنجره زي ما بيقولوا صح او الاحبال الصوتيه ولا ليه لا 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 بص هقول لحضرتك حاجه. جهاز تنفسي قناه واحده ايوه بتبتدي من الانف لغايه طبعا تحت الحيصلات الهوائيه حلو. فاللي انا عايز اقوله بالعكس ده احنا في معظم المشاكل اللي بتحصل في الجهاز التنفسي من تحت بيكون سببها ان في مشاكل في اعلى جهاز تنفسي اللي هو الانف او الحنجره او البلعوم او البلع طريقه البلع والكلام دوت يعني. فطبعا مهم جدا جدا لو في مشاكل في الجزء دوت لازم ابقى انا عارفه ولازم ان انا احاول اتغلب عليه وايه اللي هيدخلني في مشاكل. طب حلو اسال حضرتك اهو دلوقتي سؤال يعني انا يعني القريب اولى يعني انا المذيع اللي قدام اتفضل يا باشا. دلوقتي عندي مشكله فظيعه يمكن جمهور كتير جدا يبقى عنده نفس المشكله ويبقى سؤال مطروح يعني. انا دلوقتي حضرتك عارف انا شغلي يعني صوت طبعا صوت تمام سليم طبعا. عندي مشكله بقى لما اجي ازعق او صوتي يعلى تمام الكريشندو ده تمام اعمله في البيت واصوت لهم تلاقي من عند الله والله يا دكتور من عند الله تلاقي الصوت وقف بح لا مش بح خلاص ما بيطلعش ما بيطلعش وبحس ان انا اتخنقت تمام والصوت وابتدي بقى انزل بالطبقه تمام لانه الصوت مش طالع ده كلام دكتور. ما هو اصل ده بيحصل ايه لما بتعلي صوتك اكتر من اللازم الاحبال الصوتيه بتتشد قوي تمام فلما تتشد قوي بتقرب من بعضيها خالص وتقفل لك السكه وده غلط ان انت تزعقي خالص لا 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 انا كنت طول عمري بزعق وصوتي قد كده معلش بقى راح بقى السن لا بقى لا لا لما السن بيصغر لا ايه اللي بيحصل؟ ما انا بقول لحضرتك لا فهو طبعا مش مطلوب خالص يعني مش مفروض ان انا ازعق لا لا خالص ما تجهديش الحنجره الله طب والناس اللي ما تجهديش الحنجره طبعا واغني في الاوبرا ازاي؟ لا انا طيب انا بقول لك اهو عشان نوفرها لهناك تمام عشان نوفرها لهناك فاللي انا عايز اقول لك لا وبعدين انت بتدي بتزعقي في البيت مثلا في اي حاجه في البيت اكيد بانفعال نفسي كمان ايوه طبعا طبعا مش واحد بيزعق عشان يغني يبسط نفسه ويبسط الناس صحيح انت فاهمه كلامي يبقى متعصبه او دمي فاتلاقي فدي في حد ذاتها كمان بتخلي الاحبال الصوتيه يعني تتشنج زي ما بيقولوا انت فاهماني فشيء طبيعي لا ارجوكي ما تزعقيش ممكن يروح الصوت لا خالص. مش هيروح بس ما تزعقيش ما تجهديش الحنجره ما نجهدش عشان محتاجينك بقى في الاوبرا زي ما انت قلت طيب نسال سؤال تاني في زي ما احنا عارفين الحمد لله ربنا مدينا نعمه كبيره جدا انه الانسان مريض الكبد لما بيبوظ كبد او يعني بيجي له كانسر في الكبد او بيضطروا يشيله وبتاع ممكن يعيش بحته قد كده في الكبد وتكبر وتقوم بوظيفه الجزء اللي متشال. وكذلك يقال ان الرئه بهذا المنظر يعني في ناس كتير قوي بتشيل فص من تمام الرئه تمام وبتعيش بفص واحد وبتكمل بالزبط حياتها ومسيرتها بالزبط. هو احنا عارفين نتنفس بالفصين لما هنعرف نتنفس فاهمنا دي يا دكتور طيب هو طبعا هو عشان يلجا ان يشيل فص او قد يجوز يشيل رئه كامله طبعا طب ويعيش بايه عادي خالص الرئه الثانيه طالما سليمه هتقوم وتعوض نقص الوظيفه اللي طلع اللي من الجزء اللي اتشال يعني لو فص اتشال لو الرئه نفسها اللي اتشال منها فص بتبتدي الجزء الفص الثانيه اللي موجوده في الرئه بتقوم بالوظيفه ديت. طيب لو الرئه كلها اتشالت الرئه الثانيه لو سليمه بتقوم بالوظيفه بتاعه الرئه اللي اتشالت ما بيبقاش تحميل عليها تحميل عليها ولكن ده بيعتبر تحميل فسيولوجي طبيعي عشان تقوم بجهد عشان تعوض ومفيش مشكله بس هو اللي انا عايز اقوله ايه يعني مثلا مش هتطلبي منه بقى ان مثلا يلعب ماتش كوره ساعتين مثلا او يعمل مثلا مجهود مجهود زايد قوي او كلام من لكن عايش حياه طبيعيه مفيش مشكله مفيش مشكله خالص خالص بتقوم بالتعويض وبتاع طالما الجزء الثاني سليم تمام
يعني الجزء الثاني الرئة الثانية أو الفصوص الثانية اللي في الرئة اللي نفسه تشال منها فص وضعيك سليم بيقوموا بتعويض طبعا الجزء دوت. احنا في عادتنا احنا انتهت الحلقه بس احنا دايما قبل ما بننهي الحلقه دايما بنقول بعض المعلومات الطبيه الكويسه. انا عايز النهارده بقى الحلقه نقول سريعا جدا كده وصايا حضرتك تقولها دلوقتي عشان نحسن من الرئه. رقم واحد اللي ابتدينا بيه الاقلاع عن التدخين مهمة جدا. تمام. تدخين والشيشة والسجاير والسيجار كل دي أنواع للتدخين. رقم اتنين إن احنا نفعل يعني حقيقة دور الأطفال في بإن احنا بنوعيهم في مدارس في المدرسة بأضرار التدخين ونحملهم دور إن هم ينصحوا أبائهم وأمهاتهم بالإقلاع التدخين لأن دي بتبقى نصيحة من الطفل حقيقة بتبقى مؤثرة جدا أكتر ما احنا نقول 100 سنة. صحيح. وضحيك بتفرق كتير. صحيح. ما يقول يا بابا أو يا ماما بلاش الدخان اللي ده بيأذيني وبيأذيكي حاجة بتبقى كلام مؤثر جدا فمهم قوي. الحاجة التالتة ودي أساسية جدا نحاول بقدر المستطاع نبعد بقى عن السلوكيات العشوائية في إن احنا نقعد نكنس قدام محل بطريقة عشوائية في شارع بطريقة عشوائية في البيت نقعد ننفض ونعفر بطريقة عشوائية كلام ده بشوية. لو هو محل او حاجة مثلا خارجية يرش شوية ماء صغيرين وبعد كده كده على اساس لو هو هيكنس ما يعمليش بقى سحابة من شبورة برضو كذلك ما يجيليش ماء الزبالة ويرميها لي في الشارع ويولع فيها. صحيح. دي برضو مهمة جدا. النصائح التانية برضو المهمة جدا ان احنا مثلا المؤسسات الرقابة الصناعية تقوم بدورها في ان هي تراقب العوادم اللي طالعة منبعثة بالذات الغازات من المصانع ومن المحاجر والكلام دوت. ورقم اللي بعد كده ما يفتح ليش مثلا ورشة في شارع سكني او راجل قاعد بيعمل كفتة وكباب وعمال يولع حوالين البيوت اللي حواليه والكلام دوت. كفتة والكباب سيبه يا دكتور. سيبه عشان يفتح نفسين. حضرتك فالمفروض الحاجات دي انت عارفه حضرتك لو اخدنا بالنا منها هتفرق معانا كتير جدا. ما يطلعليش واحد بعربيه والعربيه بتاعته عماله الشكمان بايظ وعمال يطلع دخان قد كده وعمال يؤذي الاخرين. حضرتك دي مهمه جدا. برضو ان انا عايز اقوله مثلا في مكيفات او مراوح ما بقاش ان انا اتعرض ليهم بمباشر ما بقاش في وشي مباشره. رقم اللي بعد كده يبقى في اداب برضو لاستخدام الاماكن المغلقه ما يبقاش واحد عنده برد وعمال يكح ويعطس قدام الناس كده وبتاع. المفروض يعني الاداب الصحيه البسيطه ان انا يبقى معاه كذا منديل كح يحطه على الفم والانف عطس يحطه على الفم والانف لكن احنا للاسف تجد ان واحد يكح ويعطس في وش الناس اللي قاعده معاه. دي برضو مشكله كبيره جدا. الاطفال في المدارس لابد يخضعوا لرقابه صحيه مظبوط. المدارس تقوم بالدور دوت. يجيليش انا دلوقتي الاطفال بيحصل ايه بقى الولد يصاب مثلا بنزله شعبيه او نزله برد او واتيفر وبعد كده على طول يخف وبقى كويس يروح المدرسه ثاني يوم يروح واخد واحده تانية. ليه؟ لان الاطفال مفيش رقابه عليهم. المفروض المفتش الصحيه او المفتش الصحي يخش يلاقي الطفل اللي بيرشح ياخده يعزله او يروحه ويبلغ البيت. ويبلغ اهله. سخن كذلك يكح كذلك. لكن انا اللي بيحصل بقى دي حاجه للاسف احنا بنحس بيها لما بنيجي للام ساعات نقول لها بقى لا الطفل دوت المفروض يرتاح ما يروحش المدرسه. انت عارف لا ترد عليك تقول لك بس انا عندي شغل ملتزمه بيه. طيب يا ست الكل انت عشان عندك شغل ملتزمه بيه هتبعت لنا بخاخ يبخ فيروسات في الفصل يؤذي الاولاد الاخرين. رقم اتنين ان الطفل ابنك دوت بيتعرض لمضاعفات نزله البرد اللي هو اصلا كده. فمهم جدا جدا لو احنا اخذنا بالنا لان انت كنت قلت لي كلمه يعني واحنا في الفاصل حاجه مهمه جدا نعمه التنفس اللي انا بتنفسه من غير ما احسه. من غير ما احسه هو بتقوم بعمليه اوتوماتيك من غير ما احسه. ليه؟ لان انا بوفر اكسجين لجميع الخلايا بتاعه الجسم. صحيح. الاكسجين ده هو الوقود الحيوي لكل خليه حيه في الجسم. صحيح. طب لو انا بقى اللي بيحصل ايه لو انا افتقدت الاكسجين دوت او حصل مشكله في ان الاكسجين ده يصل للجهاز التنفسي الحيصلات الهوائيه وبالتالي يصل للخلايا هنبتدي على طول طبعا معاناه ونبتدي نحس بقى بالنفس. يعني ايه احس بالنفس؟ يعني هيبقى في نهجان وصعوبه. صحيح. ونعمه التنفس براحه وان انا ما احسش بيها نعمه فعلا. لا يعني ما فيش نعمه احسن منها يعني.
استاذ دكتور نبيل الدبركي استشاري امراض السطر والحساسيه، بشكر حضرتك جدا جدا وبسعد بحضرتك جدا لما تبقى حلقه حقيقه، وانا ببقى سعيد بيكي لان انت واعيه جدا لكل الحوار اللي بتعمليه. من ذوق حضرتك. لا لا واعيه جدا، ولحنا دلوقتي يعني بنحتاج المذيعين يبقوا على هذا المستوى يعني. ربنا يخليك، بشكرك يا دكتور، ميرسي جدا جدا، ربنا يكرمك، ربنا يخليك، وبشكر كل مشاهدينا، ويا رب الحلقه تكون افادتكم، وانتظرونا غدا وفي نفس الميعاد ولايف كلينيك. الى اللقاء.